لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا السلام عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتنا وسيدة نساء العالمين، روحي وأرواح العالمين ومن في الوجود لك الفداء وأقل الفداء، يا قتيل العدا ومسلوب العمامة والردة. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. ذاك المنى لو أن ذلك يحصل غريب. يا مظلوم كربلاء لا تسلني ما نال فاطم لما دخلوا الدار، فالخطوب شعوب واستداروا حول الوصي، ولولا حلمه ما أفادها تأليب. أترى يرهب الحمام عليا، بل علي في صدره مرهوب. أخرجوه ملببا ليت شعري، كيف قيد الليث الهمام المهيب. فعدت خلفه البتولة تدعو برنين له القلوب تذوب. أتريدون تقتلون عليا
لا وربي فهو السميع المجيب، فدعوه أو لأدعون عليكم ما ثمود أحرى بما قاد أصيب، وزوى ويرثها اعتداء فجاءت وهي عبرى وحقها مغصوب، وزوى ويرثها اعتداء فجاءت وهي عبرى وحقها مغصوب، وأبانت ظلالة القوم لكن لم يكن فيهم رشيد منيب، منعوها من البكاء وكأني بيات نادي لتلومني لو حاجتي يا أحزاني يا سلمان، إنك ما تدري بالذي فعلة العدوة مني خذوا حقي ولا راعوا الوصية وهجموا علي داري وساتر ما علي والمرتضى قاعد وعبراته جريا ينظر بعين بابنا وجه النير، لا تلومني ضلع انكسار بالباب قوى قصروا فينا عديمين المروة، شنك ما تدري هالعبيد بيا سوا، سقطني المحسين وخلى الجسد نحلة، جسم انتحل من ضربتي المسمار صدري ولطمت عيوني وداح الباب يدري، وكل ما جرت نكبه علي يزداد صبري، وكظمت غيظي والقلب فايض بلحظة، لكن الأمر لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. نقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وعجل فرجهم وعجل فرجنا بهم يا أرحم الراحمين يا الله. يشترط في مكان المصلي عدة أمور، من بين هذه الأمور أولا الطهارة المسرية، يعني لابد أن يكون المكان الذي يصلي فيه أن يكون ماذا؟ طاهرا. لكن من أي طهارة؟ الطهارة المتعدية، الطهارة المسرية. أما لو كانت النجاسة غير مسرية، يعني مكان مثلا صار فيه نجاسة وجفت هذه النجاسة وأنا الآن أريد أصلي على هذا المكان النجس لكن النجاسة جافة وملابسي وجسدي جاف أيضا، يصير أصلي في هذا المكان أو لا يجوز الصلاة في هذا المكان؟ يقولون لا بأس في ذلك لأن النجاسة غير متعدية. نعم، تشترط طهارة الملابس، يشترط طهارة بدن المصلي، لباس المصلي وبدن المصلي. بينما المكان إذا صار فيه نجاسة متعدية سوف تنتقل إلى الملابس أو تنتقل إلى بدن المصلي، والذي هو شرط بدن المصلي يشترط فيه الطهارة. فإذا المكان تشترط فيه نعم أن يكون طاهرا عن النجاسة المتعدية، أما إذا لم تكن متعدية فلا مشكلة في ذلك. لكن هناك استثناء، مو كل مكان المصلي، استثناء مكان سجود المصلي، مكان الجبهة التي هذا المكان المسجد الذي يسجد عليه الذي تقع الجبهة عليه، هذا بعد لابد ماذا؟ لابد من الطهارة، عاد سواء كانت هذه النجاسة نجاسة متعدية أو نجاسة جافة، مكان المصلي لابد أن يكون طاهرا حتى لو كانت النجاسة جافة لا يصح السجود على مكان نجس. فإذا مكان المصلي بالخصوص لابد أن يكون طاهر عن النجاسة المسرية وعن النجاسة غير المسرية غير المتعدية. فهذا أولا. ثانيا من ضمن الأمور التي ذكرت بالنسبة لمكان المصلي ذكر بعض الفقهاء أنه لا تتقدم المرأة
على الرجل. لا تتقدم المرأة، عدم تقدم المرأة على الرجل. فلذلك إذا تقدمت المرأة على الرجل أو صارت إلى جنبه، يقول الصلاة فيها ماذا؟ فيها إشكال. وطبعا هذه المرأة سواء كانت مرأة أجنبية أو كانت مرأة غير أجنبية كالزوجة مثلا، حتى الزوجة ما يصير تصلي إلى جنبه على رأي بعض الفقهاء، ولا تصلي أمامه. صلي وين عجل؟ صلي خلفه. أو لا، إذا كان هناك بعد كم؟ 10 أذرع مثلا، أو كان هناك حاجب. وبعض الفقهاء قالوا يكفي أن يكون بينهما بعد شبر، ولعل هذا كثير من الفقهاء اللي ذكروا السيد الخوي أيضا، وكذا سيد فضل الله أيضا، ما فيه مشكلة إذا كان أصلا حتى قضية مقدار الشبر لا أعتقد أنه يعتبرها أيضا مطلقا، لكن بعض الفقهاء قال ببعد شبر إذا كانت تبعد عنه مقدار شبر، أو نعم إذا كانت تبتعد عنه سواء إلى جنبه ظاهرا أو أمامه. لكن طبعا أكو هناك كراهة، وترتفع الكراهة بماذا؟ ببعد 10 أذرع أو وجود حاجب. لكن هناك من الفقهاء ذكرنا ظهر أن السيد السيستاني أيضا إذا كانت إلى جنبه الصلاة غير صحيح، فيها إشكال. إذا كانت أمامه فيها إشكال، إلا أن تبتعد بحيث أن مسجدها يكون محاذيا مثلا إلى ركبته. أما إذا تكون أمامه لابد ماذا؟ من مسافة 10 أذرع أو وجود الحاجب أو كذا، وإلا فعلى الظاهر أن الصلاة صحتها فيها إشكال، ربما هذه الصلاة لا تكون صحيحة. فهناك من الفقهاء من قال ببعد 10 أذرع أو وجود الحاجب، وإلا تكون ماذا؟ خلف هذه المرأة. فإذا بيصلي وهناك امرأة أو كذا، يكون ماذا؟ أن هذه المرأة تصلي خلفه. زين، هو سبق في الصلاة، هو دخل في الصلاة، وبعدين المرأة ماذا؟ جاءت بعده فدخلت في الصلاة. الآن هل تبطل صلاته هو؟ لا، طبعا هو السابق، طالما هو سبق إلى الصلاة إذن فصلاته صحيحة، حتى لو هي بعد ذلك ماذا؟ جاءت وصلت إلى جنبه إلى أو أمامه مثلا، فتكون صلاته هو صحيحة. وإنما هي تكون صلاتها على حسب تقليدها، فإذا مقلدها يفتي بالبعد وما تكون صلاتها صحيحة، وإلا إذا بس بمقدار شبر أو كذا، المهم ترجع على حسب ماذا؟ فتوى الفقيه التي ترجع إليه. وكذلك يذكرون بالنسبة إلى قضية قبر المعصوم، قبر المعصوم أيضا لا يستدبر به، يعني الواحد إذا بيصلي لا يعطي ظهره إلى قبر المعصوم إلا إذا كان هناك حاجب مثلا وكذا، حاجز غير طبعا الضريح وغير هذا البنية مالت الضريح مثلا، لا يكون هناك حاجب أو بعد مثلا بحيث أنه لا يكون سوء أدب، لا يسرق عليه سوء أدب. أما أنه لو عطى ظهره إلى الإمام، يعني خلى القبر إلى خلفه، فإذا كان هناك سوء أدب لعل هذا ماذا؟ لا يصح. فإذا يلتفت إلى، وكذلك بالنسبة إلى المحاذاة أيضا، فيكون بمكان إما أنه يجعل مثلا الضريح أمامه، أو يكون ماذا؟ يبتعد عنه بحيث أنه لا يصدق عليه مسيئا للأدب. نعم. مما يشترط أيضا الاستقرار. أنت إذا بتصلي في مكان
لابد أن يكون هذا المكان ماذا؟ مستقر. أما إذا كان هذا المكان مضطرب غير مستقر فهذه الصلاة لا تكون ماذا؟ لا تكون صحيحة. لابد من الاستقرار. حتى إذا بتصلي في السفينة مثلا هل تكون السفينة مستقرة وكذا؟ ما في مشكلة. بتصلي في قطار في كذا إذا كانت مستقرة ما في مشكلة. أما إذا كانت مضطربة متمايلة وكذا فهذه الصلاة ربما لا تكون ماذا؟ لا تكون صحيحة. فيشترط الاستقرار أيضا في الصلاة. نعم أكو هناك مثلا بعض الاستثناءات إذا تضيق الوقت مثلا الآن يريد هو على سفر مثلا فيريد يصلي بهالحال هذا في الطائرة أو كذا هاي استثناءات وكذا فربما أنه يتوجه مثلا إلى القبلة قدر الإمكان. على العموم ليس نحن في صدد هذه الاستثناءات. نعم من ضمن الأمور المشترطة في الجملة إباحة المكان. المكان الذي يصلي فيه أن يكون ماذا؟ أن يكون مباحا. هنا بعض الفقهاء ذكروا بأن مكان المساجد إذا يسجد لا يكون مكان المساجد مغصوب، لا يكون مكان أماكن المساجد مغصوب. سيد فضل الله عنده بس فقط مكان الجبهة لا يكون مغصوب. فعلى العموم في الجملة على أن مكان المصلي يشترط فيه ماذا؟ الإباحة، أن يكون هذا المكان مكان مباح مو مغصوب. أنت إذا بتصلي في بيت ناس يكون ماذا؟ تأخذ إذن منهم، إما أنهم مثلا أذنوا لك بالصلاة في دارهم مثلا في بيتهم، سواء طبعا الإذن ذكرنا الإذن الصريح أو بالفحوى أو شاهد الحال. إذا هو مثلا فتح إليك الباب مثلا أو فرش إليك المصلى وكذا يعني أنت ماذا؟ مصرف، أو إنك تعرف تحرز رضا ما في مشكلة الآن. فهذا نوع من الإذن، مو شرط الإذن الصريح لا، فيكفي شاهد الحال ويكفي علمك بطيب نفسه إنه راضي، هذا يكفي. أما إذا كان مو راضي كثير طبعا أنت رحت مثلا مكان وتريد تصلي وتتوضأ وكذا وانت ما تدري صاحب الدار هذا راضي مو راضي كذا فمشكل. وعلى الظاهر والله العالم بالنسبة إلى الأماكن العامة مدارس مثلا أو شركات مؤسسات إذا كانت مجهولة المالك فحسب الظاهر أنه ماذا؟ أكو مثلا في مكان معد إلى الصلاة فتصلي فيه. بس يمكن يقول ينقلون أن هذا المكان مغصوب، ما أكثر القيل والقال. جان لقضية الناقل أحدث بالأحرج، كثيرا ما ينقلون ترى هذا المكان الفلاني يقولون عنه مغصوب، يقولون كان للحكي واجب. انت اذا تيقنت ان هذا المكان مغصوب تدري يعني شنو تيقنت؟ يعني صار عندك ويش؟ علم، صار عندك علم، صار عندك يقين، متيقن 100%، عندك جزم. في هالحالة اذا صار عندك يقين ان هذا المكان مغصوب او عندك اطمئنان 95% 90% مثلا عندك اطمئنان ان هذا المكان مغصوب هذا لا تصلي فيه، او عندك مثلا بينة اثنين عدول موثوقين قال لك يا حجي والله ترى هذا المكان نعرف احنا ويش انه مغصوب. الشارع بالنسبة إلى الثقة والبينة جعلها ماذا؟ جعلها حجة. فإذا جاء إليك فلان الحجة هذا الشخص الثقة وقال لك ترى هذا المكان مغصوب، وأيضا الثاني قال لك ترى هذا المكان مغصوب، فهالحالة كلامهم يصير معتبر والله العالم. أما
سمعنا احنا هذا المكان يقولون ماذا؟ مغصوب. سمعنا هالمدرسة يقولون ماذا؟ مغصوب. يقولون ترى هالمؤسسة أو هالشركة وكذا هذا المكان. هذا السماع إذا أنت ما عندك حجة، ما عندك دليل، ما عندك كذا على أن هذا الشيء مغصوب، فما عليك من حكيهم، وتقدر ماذا؟ تصلي في هذا المكان والله العالم. زين، فإذا يشترط ماذا؟ يشترط إباحة المكان. وهنا بعد مسألة شوية صعبة، لكن لا بأس أن نلفت أذهانكم إليها حتى شوية يمكن التبحر فيها أكثر. بالنسبة إلى الأيتام، إذا تركهم والدهم، زين، إذا عندهم مثلا إخوة بالغين أو بالنسبة إلى الزوجة وكذا، فعلى الظاهر أنها تحتاج، وكذلك بالنسبة إلى الإخوة يحتاجون للتصرف في هذه الأرض مثلا إلى إجازة إذن من الحاكم الشرعي مثلا، فيتصالح الحاكم الشرعي مثلا وياهم على مبلغ معين مثلا أو كذا، المهم يتفقون إياه حتى تصير ماذا؟ معاملاتهم شرعية. أما التصرف المجرد الزوجة اللي هي والدتهم يعني تتصرف من غير إذن ومن غير إجازة، الإخوة كذلك يتصرفون. فالآن أنا بحسب فهمي أنه لابد يحتاجون إلى ماذا؟ يحتاجون إلى إجازة والله العالم. هذا إذا كان هناك يتيم. أما إذا كانوا كلهم بالغين، صار عمرهم مثلا 16 سنة، خب إذا هم راضين تراضين ما في مشكلة، إذا أجازوا ما في مشكلة. نعم، يشترط إذن إباحة المكان كما أنه يشترط في مكان السجود. يشترط في مكان السجود أن يكون مما يصح السجود عليه. زي ما هو الذي يصح السجود عليه؟ الأرض أو ما أنبتته الأرض، بشرط أن لا يؤكل ولا يلبس. فإذن هذا المكان الذي يسجد عليه لابد أن يكون من الأرض. وطبعا تعرفون على أن الأرض أعم من التراب، الحجارة، ولذلك أنتم إذا تذهبون إلى بيت الله الحرام رزقكم الله وإيانا الوصول إلى هذه الأماكن المقدسة، تسجدون على ماذا؟ على هذا المرمر. المرمر يعني ماذا؟ مأخوذ من الجبل، الجبل حجارة، فإذا يجوز السجود عليه. بعد ما يحتاج واحد مثلا يجي ويخلي إليه تربة أو يخلي كلينس أو يخلي كذا، أصلا في حال التقية، في حال التقية خلاص ما عاد يصير تسجد. إذا كنت أنت هناك في هذا المكان وما عندك مكان ثاني، فمضطر أنت تصلي في هذا المكان، ففي هذه الحالة صل. بل أن هذا الذي يصلي على تربة مثلا أو يصلي على قرطاس أو يصلي على كلينس مثلا وما شابه ذلك، لعل صلاته فيها إشكال، لأنه خالف ماذا؟ خالف التقية. من لا تقية له لا دين له. التقية ديني ودين آبائي. إذن لابد أن ماذا؟ أن يأخذ بالتقية. لكن مع الأسف أن الكثير لا يأخذ بماذا؟ بالتقية. فهناك أولا بالنسبة إلى هذا المرمار يجوز السجود عليه، ثم أنه موارد التقية، هذه موارد للتقية، فلا بد لهذا المؤمن أن يتقيد بضوابط ماذا؟ التقية، فيأخذ بهذا المورد فيتقي. نعم، فإذا يشترط في مكان الجبهة أن يكون من الأرض، مو بس من الأرض طبعا. الآن بيجي، أولا ذكرنا على أن الأرض شاملة للتراب، الرمل، الحجارة، ما في. لكن أفضل التراب طبعا تراب
تربة أبي عبد الله الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، فإن السجود عليه فيه فضل عظيم. السجود على تربة أبي عبد الله الإمام الحسين عليه السلام يخرق الحجب السابع، ثواب عظيم من الله تبارك وتعالى إكراما لأبي عبد الله الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. فإذا السجود على الأرض أو ما أنبتته الأرض، نباتات الأرض، لكن مو كل نباتات الأرض، بشرط أن لا يؤكل، أن لا يلبس، لا يؤكل، لا يلبس، لا يلبس. كيف يعني لا يلبس؟ لا يلبس يعني ما إلي صلاحية ماذا؟ صلاحية اللبس. أما إذا بإمكانهم أن ينسجون وسوون ملابس وكذا، لا بعد ما يسجدوا عليه. فإذا فلذلك لا يصح السجود على هذا الكاربت. تقولك كل آي يلبس، لا صحيح لا يلبس، لكن من شأنه ماذا؟ يمكن أن يصنعون يسوون ملابس فقابل. فعلى العموم أنه لا يصح السجود مثل على هاي النايلون مثلا، على السجاد النايلون هاي ما يصح السجود عليه، هذا الكاربت ما يصح السجود عليه. بيصلي على ظهر كف اختيارا، لا ما يصير اختيارا أنه يسجد مع على ظهر ماذا؟ على ظهر الكف. أكو هناك استثناءات بالنسبة إلى مثل هاي الأمور أنه يسجد على ظهر الكف أو كذا، أما اختيارا أنه يصلي. بل ذكروا أيضا لو أنه يصلي مثلا وأمام ولد وجو أخذ ماذا؟ التربة. الآن إذا بإمكانه خطوة خطوتين للأمام يسار كذا أنه يجيب الشيء يسجد عليه فبها ونعمت. أما أنه إذا لا بعد أخذ التربة وطلع وما عنده شيء ماذا يسجد عليه، يقولون ماذا؟ يقطع صلاته في حال ساعة وقت الصلاة، يقطع صلاته ويعيدها من جديد. الظاهر السيد السيستاني لا يشوف ليش يسجد عليه، إذا كان يسجد على أي شيء الظاهر وواصل صلاته والله العالم. زين، فإذا السجود على الأرض أو ما أنبتته الأرض مما لا يؤكل ولا يلبس، خوص النخيل مثلا يقدر يسجد عليه، خشبة يقدر يسجد عليها، سعفة، كثير من الأوراق النباتات يقدر ماذا يسجد عليها، الكربة الآن يقدر يسجد عليها والله لا، كربة النخلة يقدر يسجد عليها، لكن عندنا هني شرط واحد أن لا تكون ماذا مرتفعة، يكون مثلا ارتفاعها أكثر من لبنة مقدار 4 أصابع. لا يكون. ولذلك كل ما صارت مثلا تربة أقل ارتفاعاً كل ما صارت ضعيفة وصارت متساوية ويا المساجد كان ذلك أخشع وأفضل. كل يعني الإنسان لا يتسابق في أنه يأخذ إليه تربة رفيعة أو يأخذ إليه تربتين على بعض مثلاً ويخليهم، لا، وكل ما كان أهبط كان ذلك أخشع، أحسن للخشوع وذلك أفضل والله العالم. نعم. فإذا السجود على الأرض أو ما أنبتته الأرض بشرط أن لا يؤكل ولا يلبس. عندنا بعد بالنسبة إلى القرطاس، يجوز السجود على القرطاس أو لا يجوز السجود على القرطاس؟ طبعا يجوز السجود على القرطاس، لكن هنا تفصيل، بعض القرطاس متخذ مما يصح السجود عليه، من مادة يصح السجود عليه، يعني صنعونه من الأخشاب مثلا أو كذا، فهذا القرطاس المتخذ مما يصح السجود عليه ما في إشكال. بعض الفقهاء استشكل في ماذا؟ في هذا القرطاس إذا كان مصنوع من مادة لا يصح السجود عليها. سيد الخوي ما في مشكلة تسجد عليه، ولعل السيد الإمام الخميني ما أكو مشكلة تسجد عليه، السيد فضل الله ما أكو مشكلة تسجد عليه. أما بالنسبة إلى بعض الفقهاء أكو هناك إشكال، ولعل منهم السيد السيستاني، السيد الخامنائي كما في ذهني، أن هذا
إذا كان مصنوع من مادة لا يصح السجود عليها فهنا لا تسجد عليه. شوف لك شيء مثلا إذا أنت كذا خذ لك شيء صح السجود عليه. أما بالنسبة إلى القرطاس إذا كان مصنوع من مادة لا يصح السجود عليها فلا تسجد عليه. نعم هذا بالنسبة إلى مكان الجبهة. وذكرنا أن مكان الجبهة يشترط فيه الطهارة، قلنا من النجاسة المتعدية ومن النجاسة غير المتعدية. ثم إنه ينبغي للمؤمن أن يكون صلاته في المسجد، أن تكون صلاته في المسجد، فإن هذا الذي فمن مشى إلى مسجدين هذا الذي يمشي إلى المسجد ليصلي فيه فله بكل خطوة 10 حسنات وتمحى عنه 10 سيئات وترفع له 10 درجات، فإذا ثواب عظيم. فإذا خرب هذا المسجد ما يصلون فيه فهو من أحد الثلاثة الذين يشكون عند الله سبحانه وتعالى، عالم بين جهال يشكو عند الله سبحانه وتعالى، قرآن صار عليه الغبار لا يقرأ فيه يشكو عند الله سبحانه وتعالى. فإذا ينبغي ماذا؟ أن تكون الصلاة في المساجد، خاصة باعتبار أن المساجد بعد ما أكو فيها شائبة إشكال، بيوت الله تبارك وتعالى، لا سيما الصلاة في بيت الله الحرام. رزقكم الله وإيانا الوصول إلى هذه الأماكن المقدسة، فإن الصلاة فيه الصلاة الواحدة بألف ألف صلاة، ألف ألف يعني كم ألف؟ مليون؟ مليون صلاة كأنه ألف ألف مليون ظهر. هاي بالنسبة إلى الصلاة في المسجد الحرام. أما بالنسبة إلى الصلاة في مسجد النبي محمد، اللهم صل على محمد، فإن الصلاة فيه 10,000 ماذا؟ صلاة، ثواب عظيم من الله تبارك وتعالى، فلا ينبغي التفريط. ثم كذلك بالنسبة إلى الصلاة في مشاهد الأئمة عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام، الصلاة عند أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه إلى غير ذلك، هناك استحباب، هناك ثواب عظيم من الله تبارك وتعالى في الصلاة في هذه الأماكن المشرفة. ولعله ينبغي أيضا لهذا الإنسان أن يجعل له مكان في بيته كمسجد يصلي فيه أوراده، يتخذه لبعض أوراده، مثلا يريد يصلي صلاة الليل أو بعض الصلوات المستحبة أو ما شابه ذلك، يخلي إليه مكان خاص، يعني لا تترتب عليه أحكام المسجدية. إذا كان مجنب مثلا ما يقولون لي ما يجوز لك السجود في، ما يجوز لك الدخول في هذا المكان، أو أنه إذا تنجس يجب عليك تطهيره أو ما شابه ذلك، لا ما ترتب عليه أحكام المساجد، وإنما ينبغي أن يخصص له مكان للصلاة مثلا في بيته، يكون هذا خاص للصلاة مثلا. ويقولون هذا أيضا من خصائصه أنه في حالة النزع، في حالة خروج الروح، إذا اشتد النزع ينبغي أن يؤخذ هذا الإنسان إلى مكان ماذا؟ إلى مكان مصلاه. فالله سبحانه وتعالى إن شاء الله يخفف عنه النزع. ولذلك نجد الأئمة، نجد فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها عندهم أماكن خاصة، الزهراء صلوات الله وسلامه عليها عندها مكان خاص ينقل الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه بما معناه، أني رأيت أمي فاطمة صلوات الله وسلامه عليها في ليلة جمعتها، بالمناسبة الليلة الجمعة، ونذكر فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها قائمة في محرابها، نعم تصلي
تدعو للمؤمنين والمؤمنات ولا تدعو لنفسها. أمة لما لا تدعين لنفسك كما تدعين للمؤمنين والمؤمنات؟ ماذا تجيبه فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها؟ بني الجار ثم الدار. الله أكبر. لابد الإنسان أن يلتفت إلى مصلحة غيره قبل أن يلتفت إلى مصلحة نفسه. بني الجار ثم الدار. وما أكبرها من مصيبة عند أمير المؤمنين علي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام عندما أراد أن ينزلها في ملحودتها، فكأني به ينادي بعد أن غسلها وكفنها، ينادي بأبنائها زينب، أم كلثوم، سكينة، حسن، حسين، هلموا وتزودوا من أمكم الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. فهذا الفراق واللقاء يوم القيامة، يأتي الحسنان، يأتي أبناء الزهراء عليهم السلام، فيأتون إلى أمهم الزهراء صلوات الله وسلامه عليها: يا أم الحسن ويا أم الحسين، إذا لقيت جدنا محمدا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فأبلغيه منا السلام، وأخبريه أنا قد بقينا يتيمين بعده في هذه الدار، في دار الدنيا. يقول أمير المؤمنين كما ينقل الشيخ عباس القمي: أشهد الله أنها حنت وأنت وضمتهما إلى صدرها. نعم، فلا غرابة من أن ينزل من السماء صوت: يا أبا الحسن ارفعهما عن صدر أمهما، فلقد أبكيا ملائكة السماء رفعهما أمير المؤمنين عليه السلام، ثم أنه أنزلها في ملحودتها. نعم، أهال الثرى وأهال التراب على قبرها، ثم هاج به الحزن، صبت عيناه دموعها، توجه إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: السلام عليك يا رسول الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، لقد استرجعت الوديعة وأخذت الرهينة واختلست الزهراء، فما أقبح الخضراء والغبراء يا رسول الله، يا وصيتني وأنا صبريت واستهضموني، والزمت بيتي يا رسول الله ولفوني، وذيك الوديعة روعوها ولبباني، وأنا وحيد ولا شفت لي منه منصار. يا سيد الكون الوصية ما رعوها، يا هجموا الدار على البتول لو روعوها،
طلعت تدافعهم وبالباب عصروها وانكسرت الأضلاع منها وصار ما صار عاشت عقب فرقاك مهضومة وذليلة ومن كثر تلويع الرجس صارت عليلة شحكي وشعدد من مصايبها الجليلة كل ما شفت هالحال قلبي يشتعل نار وأعظم علي يوم بالحجرة لفتني صيح اني هب مني فداك واسود متني وظلت تنوح من بكاء ذوبتني ولولا الوصية والقضاء صارت لها اخبار لولا الوصية والقضاء صارت لها علوم خليت ببيوت المدينة ينعب البوم وخليت طير الموت ما بين المليحوم لكن أنا شبيدي الأمور لله الجبار قد كان بعدك أنباء وهمبثة لو كنت شاهدها لم تكثر الخطب يا الله تقبل عزاءنا شاهدنا